عرفتي دير اي حاجه في الطاليان الا الشفره والمضاربه، ما تضاربش وما تشفرش، بالاخص الشفره، تسرق تخون الا، كلشي ممكن يتفاهموا معك عليه الا تشفر، وبالاخص الا كنتي خدام في شي شركه ولا شي بلاصه ولقاو عليك الشفره ما يتفاهموش معك، يخرجوك ما يعقلوش عليك. الا ضربتي ممكن يتفاهموا معك، يشوفوا شكون ظالم شكون كذا شكون هادي، يغمضوا عينيهم ودوز. الشفره الاخوان في الطاليان امنوا على الطاليان، ما يبقاوش يحملوك، بالاخص قلت لك في الخدمه ما يعقلوش عليك، يخرجوك هذيك الساعه ويتحاسبوا معك على داك الشيء اللي خونتي اللي ديتي اللي شفرتي اللي سرقتي، وممكن فيها تا وسخ تبقى موسخ. تمشي تبغي تخدم في شي شركه اخرى، دير شي طالب ولا شي حاجه، كيقول لك سير جيب لنا الشركه تو بينالي وجيب لينا وجيب لينا وجيب لينا باش نشوفوا السوابق ديالك، عندك شي سوابق في الخدمه ولا ما عندكش. المهم 10 اورو، هاد ال 10 اورو 14 عام وهي معايا، هاد ال 10 اورو 14 عام وهي معايا، بدلت البزطام كنحولها، بدلت الطوموبيل الا كانت معايا هزه في الطوموبيل كنحولها، يوميا معايا هاد ال 10 اورو 14 عام من 2010، هاد ال 10 اورو لقيتها في الخدمه في المكازين الخدام فيه انا، فاش لقيتها هزيتهم مشيت عند ريسبونسابلي، والبارح رجعت عنده هاد ال 10 اورو صفحات ديالي، ما كانش ديالي 14 عام وهي معايا، ما كانش ديالي، ما كانش ديالي، دابا ولات ديالي، لقيتها في المكازين والاخوان، الشركه من خدام 10 اورو، مشيت عند ريسبونسابل قلت له شوف، قلت له راه لقيت 10 اورو ما عرفش ديال من، قال لي راه هي شده شويه ورجعها لي، قال لي شاش غدير خلي عندك اللي سول عليها اعطيها ليه، وهي تبقى عندي هذه، بقات عندي 10 اورو 14 عام وهي عندي. واحد النهار ويت شفر واحد التليفون من عندنا من الخدمه، واحد حاط التليفون ديالو رجع ما لقاهش في بلاصتو، وحنا نديرو واحد الرينيوني واحد الاجتماع والناس كتهمشي، يقدر يكون هذا يقدر يكون هذا يقدر يكون هذا، وينقص هذاك الريسبونسابلي ويقول لهم، قال لهم سمعوا، بنادم هنا في هذا المكازين وهذا في الشركه ماشي بحال بحال، ماشي كلشي شفار، قال لهم فلان ماروكينو، قال لهم يونس لقى 10 اورو وجابها ليا، قال لهم ماروكيني ما يديوش، والحمد لله السمعه ديالنا الاخوان في الشركه اللي خدام فيها انا مزيانه، ما عمرهم الاخوان شافوا على المغاربه شي واحد سرق شي واحد شفر ولا ضارب، والسمعه زوينه الاخوان ديال المغاربه في هذه الشركه اللي خدام فيها انا والحمد لله. اما الجنسيات الاخرين ما نهضروش على الالبانيز والرومان، كلهم الاخوان شي كان كيبيع البنكاليات فوري يعني خارج المكازينو، واحد الالبانيز راه كان كيبيع البنكاليات الايبال فيلا قداش كيبيعها 100 اورو، هو راه البنكالي واحد ديال الايبال داير 25 اورو، شدات تيلي كاميرا خرجوه من نهارو، هذاك اللي دار شي طالب شي شركه اخرى ما يخدمش، عدو له وسخ. واحد اخر كان كيخرج الدواء في الساكادو ديالو، كانت كيدخل الساكادو، حنا عندنا هنايا الفارماك وعندنا الدواء كيجي عندنا في الشركه الخدامين فيها، كان كيخرج الدواء حصلاته حتى ما حصلوا تيلي كاميرا، ومشاو ليه للدار لقاو عندو الدار عامره دواء، ما عرفتش كان كيبيع شري فيه ولا، المهم كان كيخرج الدواء، كاع الجنسيات توسخوا، حتى المغاربه الحمد لله البلاصه اللي خدام فيها انا كلشي مزيان، ما عمرها كان شي شفره مع شي مغربي، شي واحد شفر ولا ضارب ولا شي حاجه الحمد لله. البارح كنمشي عند ريسبونسابلي قلت له فلان، قال لي شنو؟ قلت له هاد ال 10 اورو عقلتي عليها؟ قال لي لا ما عقلش عليها، قلت له هاد ال 10 اورو في 2010، قلت له 14 عام وهي عندي، قلت له نهار لقيتها في المكازينو قلت لك فلان راه لقيت واحد ال 10 اورو قلتي لي ديرها في جيبك، قلت له راه ما بانش، راه من 2010 14 عام وهاد ال 10 اورو باقي دايرها في جيبي وما عرفتش دابا شنو، واش نخليها لك تيسول فيها مولاها ولا حلال عليا؟ قال لي سير دير ال 10 اورو حلال عليك، قال لي شحال داز ديال الوقت؟ قال لي ما عمر شي واحد بحالك، قال لي بصراحه حتى انا ما غاديش، قال لي كل لقيتي شي ساك ديال الفلوس، قال لي تقولها لي ولا ما تقولهاش لي؟ قلت له كل لقيت غير اورو نقولها لك، 10 اورو نقولها لك، ساك ديال الفلوس قلت له نقولها لك، قلت له بحال اورو بحال 10 بحال ساك، الا ديتها ماشي ديالي كلشي عندنا حرام. شي طاليين الا بغات تبقى مزيان معاهم ما تشفرش وما تضاربش، السلام السلام وكون محترم، وهي ما تدصر عليك حتى شي واحد بطبيعه الحال، ما تدصر عليك حتى شي واحد، ولكن نجبد راسي الاتساع، وبالاخص الاخوان الشفره، شي اورو اورو ماشي ديالك ما تاخذوش ما تهزوش، عطاك شي واحد رجع لك الصرف بالزيد رجعوا ليه، باش ترجعوا ليه وغادي تعرف المكانه ديالك والمكانه ديال المغاربه كاملين عند هذاك السيد ولا عند هذاك ستاتو كامل عند هذيك الدوله، كيفاش هاد الناس هادو كيحتارموا وما يديوش ديال الاخرين بطبيعه الحال. والحمد لله هاد ال 10 اورو دابا راه ديالي، واخا حتى ولفت راه عرفتوا الاخوان راه من 2010 راه 14 عام وهي عندي هذه،
وانا خازنها مقاده مصوبه مخازنه. ما بدلت البزطام كنبدلها حتى هي كنحولها معايا، ديتها معايا حتى المغرب، رجعات ومعايا دائما. شنو كنقول؟ كنقول ما عرفتها ويسول عليها مولاها، ما عرفتها ويقول واحد 10 اورو وداز سكاك ليام 14 عام حتى الاخر عاد قال لي سير يونس، قال لي بقى تيضحك، قال لي سير حلال على الكالي. وكنتمنى وكنطلب من اي مغربي يبقى نقي، ما يديش ديال الناس، ما يشفرش وما يضاربش، ما يشفرش بالاخص ما يشفرش، باش تبقى نقي ووجهك نقي ويحترموك. والله يحترموك بالله الا شافوك فعلا نقي وجار راسك الاتساع ومحترم راسك، قالك احترم تحترم، احترم راسك وما تدصرش عليك في نفس الوقت كيف ما قلت لكم الناس. والله تيديروا بحسابك، تقسمك بالله يديروا بحسابك ويعرفوك انت فعلا نيت مغربي. والحمد لله حنا مغاربه وكوننا مغاربه وكنفتخروا بكوننا مغاربه، وتقسم لكم بالله الاخوان.